وهلا صار وقت ينتقل ينضم لنا نبيل صالحاني، رئيس قسم التدريبات بالدفاع المدني، ومثل كل يوم بيقدم لكم نصايح لا توخي اي امور بتؤدي لاندلاع حرائق، خصوصا بهالفتره. يعني بنذكر انه بفتره ايلول تشرين بيكون العشب نشف وبيكون جاهز للاشتعال، وهون انتبهوا ان كان من حرائق خارجيه ام داخل البيوت. استاذ نبيل صباح الخير. بونجورك، صباح النور، يعطيكم العافية. ميرسي. وانتو كمان، شو عنا اليوم؟ بالنسبة اليوم للعمليات اللي قامت فيها عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، كان في 25 مهمة لأطفاء الحرائق، أكيد هول بمختلف المناطق الدينية، ومتنوعة. كان فيها حرائق بالأعشاب، بالمنازل والسيارات، كمان كان عندنا 16 مهمة للإسعاف، كان في تدخل بحوادث السير ونقل للمرضى، وثلاث مهمات للخدمات والسلام العام. نعم. ما كان مجموعا 44 مهمه بال 24 ساعه اللي مرقت، اكيد دائما بالاضافه للمهمات المستمره ضمن نطاق مرفأ بيروت. نتمنى للجميع السلامه والوقايه من الكورونا يلي بعدها مستمره، ومنذكر كمان برقم 125 للطوارئ بالدفاع المدني اللي موجود 24 ساعة 24، واللي إن شاء الله ما حدا يعوزه. شكرا شكرا لكم. لك، شكرا لك، ويعطيك ألف عافية. نبيل صالحاني، رئيس قسم أكيد تدريبات بالدفاع المدني.